في الجمعة الثالثة لإغلاق المساجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الموعظة ستدور على ثلاثة محاور. المحور الأول، بعض الناس يتسمون بأسمائنا ويعتقدون بغير عقيدتنا. بعض الناس قد أغرقوا في التبعية المادية، فهم عندما يفكرون بطريقة مادية، وعندما يحللون بتلك الطريقة، في لحظة يتناسون فيها الله رب العالمين. يقول لك مستهزئاً بالعلماء والوعاظ والذاكرين والمذكرين والمنبهين إلى حكم الله عز وجل في هذا الوجود، يقول لك كل هذا لا معنى له. القضية قضية كورونا وغيرها قضية فيزيائية مادية، فلماذا تدخلون الله فيها؟ هذا الكلام لو قاله ملحد لقلت هو ملحد، لوجدت له عذرا في أنه يقول ذلك، لا لأن الإلحاد عذر، لكن لأن الإلحاد مرض، والمرض قد يعطي عذرا لصاحبه عندما يهلوس بما لا يعرف، يهرف بما لا يعرف. لكن عندما يقول هذا رجل ينتمي إلى العلم، فهنا الطامة الكبرى. ينتمي إلى العلم لكنه بيع في سوق النخاسة لأعداء الله ودين الله عز وجل. نحن جميعا لا ننكر أن هذا الكون قد أقيم على عالم الأسباب والمسببات، ولا ننكر، بل يجب علينا أن نتعامل مع هذه الأسباب وتلك المسببات. لكن الذي ينبغي أن لا ننساه أبدا أن السبب خلق من خلق الله، وأن المسبب خلق من خلق الله، وأن الله هو الذي جمع بين السبب والمسبب، فقال تعالى هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى السبب إلى المسبب. لذلك في عقيدتنا السكين وهي سبب لم تذبح إسماعيل عليه السلام، لم تقطع. وفي عرف الماديين ما ينبغي إلا أن تقطع. وفي عقيدتنا أن النار ما أحرقت إبراهيم، وقد كان الطير يسقط من مسافة بعيدة لشدة هول النيران التي جمعت لحرق أو إحراق سيدنا إبراهيم. وهكذا سائر الأسباب. لماذا نتعامل مع الأسباب؟ لأن الله عز وجل خلقنا في عالم الأسباب. هذا الكلام عندما يأتي إنسان فيقول الكورونا أمر فيزيائي بحت فلا تدخلوها في الحياة ولا تدخل الله فيها، هذا كلام خطير في العقيدة. لو أردنا أن نسقط هذا الكلام على شيء ذكر في القرآن الكريم، الزلازل، أليست الزلازل ذات قوانين، طبقات في الأرض تحدث فيها فراغات بين هذه الطبقات فتنزلق الطبقات ضمن قوانين، لكن مع ذلك ماذا قال الله عز وجل؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الزلزال يوحى إليه ليعمل، لا يجوز
أم ننسى الله عز وجل في كل جزئية من جزئيات حياتنا؟ لا يجوز أن ننسى الله سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء إناسا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناسا، ويجعل من يشاء عقيما. أعطانا الله عز وجل كل الصور لندرك أن السبب مخلوق، وأن المسبب مخلوق، وأن الذي جمع بينهما هو الله. يتزوج الإنسان، زواج واقتران الذكر بالأنثى سبب، فهذا يأتيه ذكور فقط، وذاك يأتيه إناث فقط، وآخر يأتيه ذكور وإناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ورابع لا يأتيه شيء، ويجعل من يشاء عقيما. ومن أجل أن تتم الصور كلها جاءنا الله عز وجل بمثال من آدم لم يخلق لا من رجل ولا امرأة، إنما من طين. وجاءنا بحواء التي خلقها الله من رجل بلا امرأة، وجاءنا بعيسى الذي خلق من امرأة بلا رجل. كل الصور جاء بها الله عز وجل في كتابه ليقول لنا إن القدرة الإلهية لا تخضع لقانون، بل هي التي تخضع القوانين، وهي التي تخلق القوانين، وأنتم عبادة لله تتعاملون مع هذه القوانين التي خلقها الله عز وجل. لو لم يخلقنا في عالم الأسباب لما كان النظر إلى الأسباب عبادة، ولا ما احتجنا أصلا إلى الأسباب. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني أن هذا الفيروس أظهر ضعف الإنسان. الدول الضعيفة شأنها شأن الدول القوية، كلها وقفت عاجزة، بل جميعها وقف مرتجفا ترتعد فرائصه أمام هذا المرض. ترامب يضع ميزانية، لو أراد أن يدخل حربا عالمية ثالثة لما احتاج إليها، يضع 2200 مليار دولار لمحاربة كورونا، وأنا أقول لن تكفيها. دولة مثل ما يسمى بإسرائيل يأتي إليها المرض فيحجر نتنياهو، ويحجر وزير صحته، ويحجر رئيس الموساد، يحجر الأقوياء جميعا، ويصاب وزير الصحة وزوجته، وربما أصيبوا ولا يريدون أن يتحدثوا. كيف وصل إليهم وهم في بروج عاجية وفي إمكانيات مثالية، وجيش الكيان هو رابع جيش في العالم، كيف لم يستطيعوا أن يتصدوا لهذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة؟ لأن الله عز وجل أراد أن يظهر ضعف هذا الإنسان، سواء كان على رأس دولة متقدمة متطورة، أو كان على رأس دولة ضعيفة متفككة متهلهلة. الإنسان ضعيف، لكن هذا الإنسان الذي أراد الله أن يظهر ضعفه أراد أن يعيده إلى جادة الصواب. كلا كلا، كلنا نحفظ هذه الآية، كلا في اللغة العربية أداة ردع وزجر. كلا إن الإنسان ليطغى. لماذا يطغى؟ قال أن رآه استغنى. عندما رأى الإنسان، وخاصة الغربي وكثير من الناس الذين اغتروا بالحضارة الغربية، عندما رأوا وشعروا في لحظة أنهم ليسوا بحاجة إلى الله، لديهم دول قوية، لديهم إمكانيات، لديهم نظام صحي قوي، لديهم جيوش، لديهم عابرات، جيوش عابرة للقارات. طيب
هذه الجيوش أفقدتهم ذكر الله، نسي هؤلاء الله عز وجل. فجاء الفيروس حتى إلى حاملات الطائرات، وجاء الفيروس حتى إلى الرؤساء ورؤساء الوزراء، الأمير تشارلز ولي عهد التاج البريطاني يصاب بالمرض، رئيس وزراء بريطانيا بونسون يصاب بالمرض، وزير صحته يصاب بالفيروس الكورونا. يعني الرجلان الذين يقفان في وجه هذا المرض في بريطانيا أصيبا ودخلا الحجر الصحي. وهكذا كثير من الرؤساء، ملكة النرويج، ملك النرويج وملكة النرويج دخلوا في الحجر الصحي وأصيبوا بهذا المرض. إذن هذا الإنسان ماذا نفعته قوته؟ ماذا نفعته قوته؟ بعض يعني قصة وصلتنا قبل بالأمس أن عائلة مسيحية هنا في تركيا أصيبت بالمرض، فقالت لشركائها المسلمين من الحجر الصحي اقرأوا لنا القرآن، ادعوا لنا الله، أكثروا من الذكر والصلاة على رسول الله حتى يشفينا الله عز وجل. الإنسان مسلما كان أو غير مسلم عندما يأتيه مثل هذا الفيروس وهذا المرض يتذكر ضعفه أمام قوة الله. الله عز وجل قادر على أن ينهي المرض بكلمة كن فيكون، لكننا خلقنا في عالم الأسباب وعلينا أن نتصدى لهذا المرض وأن نأخذ بالأسباب وأن نتعامل مع هذه الأسباب، وأن لا يسلم بعضنا على بعض، وأن لا نقيم تجمعات كبيرة، وأن يكون هناك مسافات بيننا وبين الآخر، وأن نتعامل مع كل آخر على أنه مريض. هذا شيء لا يتنافى مع ديننا، لكن أيضا ديننا يقول لنا وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. المحور الثالث الذي أختم به هذه الموعظة الثالثة في الجمعة الثالثة لإغلاق المساجد أن هذا الفيروس أقعد الأسرة والبشرية كلها في البيوت، ونحن السوريين بالذات وإن كان المصاب عاما بحاجة إلى أن ننظر إلى أحوال هؤلاء الذين يعيشون في يوم واحد، يعني يذهب للعمل، إن لم يذهب لا يأكل. هناك عائلات كثيرة اليوم دخلت في الحجر الصحي الطوعي الذي أمرت به الدول في تركيا وفي كل البلاد، أمرت به الدول، لكن هؤلاء دخلوا وهم لا يملكون طعاما ولا شرابا ولا مالا يشترون به الطعام والشراب. كيف نحافظ على كرامة هذه الأسر؟ ينبغي أن نقبل على الإنفاق في سبيل الله، ينبغي أن نساهم. هناك مشاريع قام بها بعض الإخوة، سلة الغذائية، ومشاريع قام بها آخرون، شراء بطاقات وتوزيعها على العائلات الفقيرة. ينبغي أن نتفاعل معهم، ينبغي أن يعلم الغني أن هذا المال ليس من أجل تغيير الفرش والأساس كل عام وتغيير السيارة يعني مع كل موديل جديد، وليس من أجل أن نذهب فقط إلى المطاعم. إن شكر الله عز وجل على المال أن تنظر إلى هؤلاء الأسر، إلى إخوانك، إلى المحتاجين. بئس هذا المال إذا كان فقط من أجل هذه المعاني الضيقة التي لا تخرج إلا من نافذة الأنانية. بئس هذا المال. المال لكي تنظر إلى أخيك، والمال ليس فقط ينفق منه الزكاة. الزكاة هي الفرض الواجب الذي لا منة لك فيه على أحد،
فهذه النسبة هي لله، وقد بل المال كله لله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، لكن هذه النسبة فريضة إلهية. 2.5% عليك أن تدفعها لمن أمرك الله عز وجل أن تنفقه، أن تنفقها عليهم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، مصارف الثمانية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الجوائح يقول إن في المال حقا سوى الزكاة. المال له حق آخر غير الزكاة، قد يدفع الإنسان قسما من ماله وقد يدفع ماله كله لينجو بين يدي الله. لا يمكن أن يخزن إنسان مالا سواء في بنك أو في بيت أو في خزنة ثم يرى العائلات وهي تهدر كرامتها ويجوع أبناؤها ويبكي الأب بين أبنائه ولا يستطيع أن يقدم لها لهم مالا أو طعاما أو دواء أو شفاء أو سقاء، هذا لا يجوز. أو أن يدفع فاتورة كهرباء أو ماء أو أجرة بيت، وكلنا نعيش، غالبنا يعيش في الأجرة في بلاد الغربة. لا يجوز لهذا الإنسان أن يخزن المال ويترك إخوانه في الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم، أي تقول الملائكة هذا ما كنزتم لأنفسكم. قال العلماء جباههم، لماذا تكوى الجباه؟ وأختم بهذا، قال لأن الفقير عندما يأتي إلى الغني ليسأله ليضع حاجته بين يديه، وقد ابتلى الله الغني بالفقير وابتلى الفقير بالغني، قالوا لأن هذا الفقير يأتي مواجهة مع ذاك الغني، يأتيه وجها لوجه فيعبس عندما يرى أن المسألة ليست صفقة تجارية وإنما هي سؤال يسأله، فتكوى الجباه. الجنوب قال لأنه بعد ذلك يستدير نصف استدارة. أما الظهر قال في المرة الثالثة يأتيه فيعطي ظهره وينطلق. حينئذ نتذكر قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يجعلنا متكافلين وأن يجعلنا متكاملين وأن يجعلنا إخوة صادقين. والنظر ليس فقط في العائلات السورية، أيضا العائلات التركية. إذا كان الإنسان يعلم عائلة تركية، هؤلاء إخوتنا في الله، وهؤلاء آوونا واستقبلونا جزاهم الله خيرا، فعلى الإنسان أن يكون على قدر انتسابه لهذا الدين وعبوديته لرب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.